أنا أعتقد بأن الأمر أكبر من ذلك، لأنه ليست الدبابات الإبرامز وحدها التي سيطر عليها الحشد، هناك أسلحة أمريكية وهناك أسلحة روسية متطورة وصلت إلى الحشد وإلى كثير من الجهات الأخرى المتنفذة في العراق. فلذلك عندما نتكلم عن حادثة، عن واحدة، عن صنف واحد من الأسلحة قد وصل إلى الحشد الشعبي، ولكن أنا أتكلم عن كثير من الأمور التي استولى عليها الحشد الشعبي، بحيث كانت هناك مساعدات أوروبية تصل إلى الجيش العراقي عن طريق البصرة قبل أن تصل بغداد، يقومون بسرقة الكثير من هذه العجلات هي وأسلحتها وهي والذخائر التي جاءت معها. وبالتالي نحن نتكلم عن إمكانيات كبيرة جدا أصبحت تحت سيطرة الحشد. ولكن قبل هذا أنا أريد أن أقول، أين وزارة الدفاع العراقية عندما تم السيطرة على هذه الأسلحة؟ أين الأمريكان طوال هذه السنوات؟ لماذا لم يطالبوا بهذه الدبابات على فترة من 2014 وإلى اليوم؟ لماذا إلى الآن يعني بدأت تظهر هذه؟ أنا أعتقد ظهور هذه الأشياء وهذه التناقضات التي بدأت تثار الآن هي لها ما وراءها بالفترة المقبلة، على أنه ليس هناك اتفاق إيراني أمريكي على حجم إيران وحجم النفوذ الإيراني سواء كان في العراق أو سواء في المنطقة، إن لم يكن هناك دور وهو يكون هناك تأمين للمصالح الأمريكية سواء كانت في العراق أو المنطقة.